لما نسيتو انا الكونتيني وكاينه الحجره اللي كدور بالحجره هذا راه المروكي هذا راه وارتفع هذا بحال المروكي شو تبارك الله كي داير لكم مشاهدين كي دايرين لاباس عليكم وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم فيديو جديد بالنسبه لك السيسون ديال الشجر الجديد الشجر الجديد هذا كيدير بحال اللي عاد تخرج هذا الجديد تبع كيدير بحال الدريا نشوفوا المراحل اللي كدوز منها اولا اللي كيدوز منها الزيتون حتى كيولي لينا زيت المهم خليكم معايا هاد الشبيكه كيديروا فيها الزيتون باش كيتنقى يعني كيتحيد داك الورق وكيهبط غير الزيتون وكيطلعوا في هذيك السنطه باش كيديو البلاصه فين كيتغسل هنا كي كتشوفوا معايا هو كيتغسل الزيتون السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا واحد الفلاح الاخوان ديالنا من الناس ديال اللي الفلاحه ديال الزيتون بغينا نسولوه الله يعطيك السر فين واصل دابا الثمن ديال الزيتون عاود لنا شي شويه على الزيتون هذا العام هذا كي داير الثمن الزيتون دابا راه داير من 140 حتى 160 على حسب الزيتون يعني كيدير 14000 16000 القنطار 15000 يعني 800 درهم 750 700 درهم هذا هو على حسب كل واحد وصاحبه على حسب وهنايا الماكينه اللي هنايا كسبان لي انا فيها جوج ديال لي مارك هنايا كاينه ديال الكونتي كاينه الكونتيني وكاينه الحجره اللي كدور بالحجره الحجره غير عوض شحال هذه كانوا كيخدموها بالحمير والبغال هاد دابا ولاو كيخدموا الضو اما راه تقريبا راه بحال بحال الخدمه ديالها بحال بحال وفي نظرك زعما بالنسبه للاخر شنو هو الفرق بين الكونتيني وديال الحجره الفرق بين الكونتيني والحجره الزيت تقريبا بحال بحال غير الفرق غير في اللون كاينه الحجره كتعطي الزيت خضراء والكونتيني كتعطي الزيت صفراء هما بحال بحال ولكن بالنسبه للكونتيني كتعطي شويه زايده في العبار ديالها يعني قنطار كيقدر يعطيك واحد 20 كيلو 20 يترو وبالنسبه ديال الحجره كتعطي قل شحال كتعطي هذه وشحال كتعطي هذه بالنسبه ل شي جوج يترو ثلاثة يترو بينات الفرق يلا شكرا اخويا يلا هانتوما كتشوفوا هذه هي هنا كيديروا الزيتون بعد ما غسلوه كيلوحوا في هذا في البلاصه هذه اللي كتبقى يعني كتبقى يدورها جوج حجرات يدوروا هذه الحجرات ومهم كيتخلط داك الشيء مهم هذا هادو سميتهم شوامي كنظن هو هذا الاسم شوامي كيديروهم فواحد لا ماشين اللي كتبريسيهم مزيان باش كتخرج الزيت ومن بعد كتخرج لنا الزويته بحال هكا ما شاء الله شوفوا المشاهدين على اللون ديالها شحال زوين وطبيعة الحال كتبقى طبيعيه يعني طحناها في هذا
فهاد يعني الطاحونه ديال الحجره. انا كنفضل دائما ان نطحنوا الزيت ديالنا في الطاحونه هذه، كتعجبني. الاخرى ما كتعجبنيش نطحن فيها، واخا هي كتعطي الصراحه اكثر، كتكون بعدا زيت البلديه، كتاكلي شي حاجه طبيعيه طحنتيها على يدك وفي نفس الوقت كتكون طبيعيه. المنتقل ديالنا حنا الامازيغ ضروري كنديروا الرفيسه اللي هي هذه، لا ماشي هذه، هذه اللي كنديروا. فايتو شاركتها معكم في لاشير، نخليكم اللين ديالها اللي بغى يدخل ويشوف، اللي بغى يدخل ويشوف الطريقه كيفاش كتصاوب. صراحه كتجي زوينه بزاف، وكان يعني كان كطيب لينا هذه الحريشه هذه اللي مصوبه من السميده. شي مرات كنصاوبها من السميده الرقيقه، وشي مرات كنديرها من السميده ديال القمح. المهم كل مره شنو كتكون توفر، ممكن تستقزمينا بهم بجوج. المهم من بعد ما كطيب كنحطها في شي طبسيل اللي يكون كبير باش كتبرد واحد شويه، يعني كتكون سخونه بزاف. من بعد كنبقى نزيد عليها الزيت البلديه وكنماسها. من بعد هنا زوقت انا بشويه ديال البيض البلدي، تقدروا كاع بلاش ما ديروا والو، ودرت لها شويه ديال شويه من الفوق ديال العسل. كتعجبني انا فاش كنزيد لها العسل، داك كتجيني زوينه ملي كنخلط العسل مع مع الزيت مع هاد الرفيسه كتجي غزاله. المهم كترافقوها سواء باتاي ولا بقهوه باش ما بغيتو. فاش كنطحن زيت جديده ضروري كندير هاد الرفيسه، يعني عاده من العادات ديال امازيغ. الله يكون هاد لا فيديو عجبكم، الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك والتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتفرحني، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي. باي باي عليكم. Be problems, it's true. So I learn it, and now I know I don't wanna play, 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 play God. Maybe I'm crazy. I'm